مساء الخير على حضراتكم، طولت شويه. مساء الخير يا ساره. انت طول براحتك يا احمد. مساء الخير عليك ومساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده واسبوع جديد من برنامج السادسه، وتاكيدا على اهميه المرحله اللي جايه وعلى اهميه مباراه فيتا كلوب، اللي طبعا ما فيش اهلاوي مش قاعد من بدري، مش بس من النهارده مستني المباراه دي ومستني نتيجتها. وزي ما احمد قال انه تقريبا ما فيش حسابات ليها غير ان انت لازم تكسب، لازم نكسب المباراه دي لاسباب كتير قوي، مش بس علشان الثلاث نقط وعلشان موقفنا في المجموعه، ولكن كمان علشان نطمن اكتر على فريقنا المرحله دي. وعلشان الحقيقه المرحله دي مهمه جدا، خليني اقول لحضراتكم ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي التقى باللعيبه النهارده بعد التمرين بعد الظهر، واتكلم معاهم على اهميه المباراه دي، على قد ايه مهمه جدا ان يكون جمله مهمه قوي قالها لهم، شخصيه النادي الاهلي تبان في مباراه فيتا كلوب، ولازم انه الموقف اللي احنا حطينا نفسنا فيه، وده كان كلامه، ان احنا نقدر نطلع منه ونقدر نصحح الاوضاع من جديد ونقدر نكمل مشوار افريقيا. كلام مهم جدا ومحفز وبيدعم اللعيبه طبعا قبل مباراه فيتا كلوب، وكان بيتكلم على انه قد ايه يعني في ثقه كبيره قوي، او في الاول مسؤوليه كبيره قوي على اللعيبه وعلى الجهاز الفني في مباراه فيتا كلوب، وانه الجماهير حاطه ثقه كبيره جدا. قال انه بالرغم ان احنا حطينا نفسنا في الموقف ده، بس احنا كلنا ثقه فيكم، وجماهير الاهلي كلها ثقه في اللعيبه ان هم يقدروا يطلعوا نفسهم من الموقف ده، يقدروا يفوزوا المباراه دي، يقدروا ياخدوا المباراه دي بكل قوه وجديه ويحققوا نتيجه ايجابيه تليق بالنادي الاهلي، وانه اكيد ان شاء الله اللعيبه هتكون عند حسن ظن الجماهير وحسن ظننا كلنا، وان شاء الله نقدر نفوز بالمباراه دي. اكيد المباراه يعني حتى لو تعادلنا التعادل فيها يعني وارد يا احمد، ولكن احنا مش عايزين غير المكسب، وجماهير الحقيقه مش عايزه غير المكسب زي ما قلت لاسباب كتير، مش بس علشان موقفنا في المجموعه، ولكن كمان علشان انت عايز تشوف شخصيه النادي الاهلي بره ارضه في المباراه زي دي فيها كل الظروف الصعبه زي ما كابتن محمود الخطيب قال. المكسب يريحنا بالزبط. المكسب ياخدنا ونروح لبعيد، التعادل يخلي بقاء الحال على ما هو عليه وننتظر ما هو قادم، الخساره لا قدر الله وده سيناريو ما نتمناهوش على الاطلاق يضعف بشكل كبير جدا من فرص النادي الاهلي.